مرحبا. حكينا بالجلسات الماضية عن مقام العجم وتحويلاته وأوضاعه الثلاثة، وبعدين عن مقام النهاوند، وبعدين عن مقام الكرد. اليوم رح نحكي عن مقام تابع لعائلة الكرد يلي هو مقام اللامي. مقام اللامي يلي جرب يعزفه مقام كتير حلو العزف عليه، لكن له خصوصيته، له نكهة بالعزف، له طريقة بالعزف، تحويلاته في ناس عندها فيها مشاكل انه كيف هو كردين. طيب مقام الكرد كمان هو كردين، يعني فينا ناخده كرد مثلا كرد الري، كرد على درجة الري، وكرد على درجة الحسيني بجنس الفرع. شو الفرق بين الكرد وبين مقام اللامي؟ خلونا نشوف مع بعض. تفضلوا. مثل ما حكينا انه مقام اللامي هو من عائلة الكرد، في اختلافات بينه وبين مقام الكرد الأساسي رح نبينه. نعزف من عدة درجات. في البعض بفكر انه مقام اللامي تسميته بسبب انه هو كردين، كرد على المي وكرد على اللا، وهذا الشيء ما كتير صح. يعني بيقولوا انه تسميته عائدة لقبيلة عراقية اسمها لامي، والله أعلم. بغض النظر أي مقام ممكن نعزف من عدة درجات، بس رح ناخده من درجة المي، من درجة ركوز المي الطبيعي البوسيليك. أول شيء رح نشوف سلم المقام: مي طبيعي، فا طبيعي، صول طبيعي، لا طبيعي، سي بيمول، دو طبيعي، ري طبيعي، مي طبيعي. أبعاد مقام اللامي: بين المي والفا نصف بعد أو اثنين، بين الفا والصول أربعة أو بعد، بين الصول واللا أربعة، بين اللا والسي اثنين، بين السي والدو أربعة، بين السي بيمول طبعا، بين الدو والري أربعة، وبين الري والمي أربعة. فصار عنا المقام كامل: اثنين أربعة أربعة، اثنين أربعة أربعة، وبعدين بين الري وجواب المقام أربعة. الاختلاف بينه وبين مقام الكرد الأساسي: مقام الكرد الأساسي جنس الجزء بيكون فيه كرد، وجنس الفرع المتصل بيكون فيه نهاوند، بينما بمقام اللامي جنس الجزء كرد، وجنس الفرع جنس متصل كمان كرد. من أي درجة أخذنا جنس الجزء كرد وجنس الفرع كرد؟ جنسين متصلين، جنسين متصلين. بينما مقام الكرد إذا كانوا كردين فبيكون منفصل، إذا كانوا كردين بيكون منفصل. بينما الشيء الرئيسي بمقام الكرد إنه جنس الجزع فيه، جنس الفرع فيه عفوا، بيكون متصل وبيكون نهاوند حسب الدرجة، بيكون نهاوند على درجة الفرع. فلو أخذنا مثلا كورد الري، كورد عم نحكي عن الكورد هلا، ري مي بيمول فا صول، هاي جنس الجزء. جنس الفرع بيكون نهاوند على النوى: صول، لا، سي بيمول، دو. جنس متصل بس نهاوند مو كورد. أما إذا بدنا ناخده جنس كورد فبيكون منفصل، بنبلش من اللا. هاي بالنسبة للكرد نظامي. بينما اللامي لو أخذنا على درجة ركوز الري بيكون جنس الجزع كرد، ري مي بيمول فا صول. أما جنس الفرع بيكون كرد على النوى، يعني صول، لا بيمول، سي بيمول، دو. صول، لا بيمول، سي بيمول، دو. هذا الفرق الرئيسي بين مقام الكرد بين مقام اللامي. نرجع لللامي على درجة المي. جنس الجزع هو كرد على المي، وجنس الفرع المتصل هو كرد على الحسيني أو على اللا. هاي الفرق الأساسي بالنسبة للأبعاد والتحويلات.
أما بطريقة العزف كمان في اختلاف. كيف؟ مقام اللامي يعني من المقامات النادرة يلي بنبدأ فيها العزف من الدرجة الثانية للمقام. مثلا لما بيكون عم ناخده بدرجة ركوز المي، الأشهر نبدأ العزف من الفا، من الدرجة الثانية اللي هي الفا، أو لو كنا عم نعزفه من الري نبدأ من المي بيمول، أو لو عم نعزفه من الصول نبدأ من اللا بيمول. مثلا من المي كيف نبدأ؟ من الفا. ولو بدنا نبدأ من الجواب من الدرجة السادسة اللي هي درجة الدو، فيها الجملة بتميزوا كتير. جملة نختم فيها غالبا. حتى دولاب الشهير مقام اللامي يبدأ من الفا. خصوصي بالعزف أو خصوصي بجنس الجزء وجنس الفرع. هاي بالنسبة للوضع الأول. إذا بدنا نعزف مقام اللامي على الوضع الثاني من درجة المي، كنا نحن عم نعزف بالأصبع الثاني بالوضع الأول، هلأ بتصير بالأصبع الأول. طبعا منقرب الباهم بمقدار نصف بعد، بتصير المي بالأصبع الأول، الفا بالأصبع الثاني، الصل ممكن بالأصبع الرابع أو صل مطلق، اللا بالأصبع الأول، السي بيمول بالأصبع الثاني، الدو بالأصبع الرابع أو دو مطلق، الري بالأصبع الأول، المي بالأصبع الثالث، وإذا بدنا نتابع الفا بيكون بالأصبع الرابع. هاي بالنسبة للوضع الثاني، سهل العزف عليه بالوضع الثاني. مي بالأصبع الأول، فا بالأصبع الثاني، صول لا بالأصبع الأول، سي بالأصبع الثاني، دو ري بالأصبع الأول، مي بالأصبع الثالث، مي طبيعي. بالنسبة للوضع الثالث، المي هي قفلة الزند على وتر اللا، هي خمسة اللا. الفا بيكون بالأصبع الرابع على وتر اللا، نجي على الصول هي بالأصبع الأول على وتر الري، صول لا هي بالأصبع الثالث على وتر الري، سي بيمول بالأصبع الرابع على وتر الري، الدو بالأصبع الأول على وتر النوى على وتر الصول، الري بالأصبع الثالث على وتر الصول، المي منرجع أصبعنا شوي لأنه صعب ناخذ المي بالأصبع الرابع، منرجع أصبعنا شوي على وتر الدو، مي، الفا طبعا جنب بدنا نتابع، والصول بالأصبع الرابع، هيك بيقفل الزند عنا. هاي علامات المقام بالوضع الثالث. من شيء أسبوعين نزلت تقسيمي على مقام اللامي، بس أخذته من درجة الصول، من
درجة النوى، يعني تحويلاته صل لا بيمول سي بيمول دو ري بيمول مي بيمول. إذا بترجعوا تسمعوها أنا لقيت إنه أجمل درجة ينعزف عليها مقام اللامي هي درجة النوى. يلي بحب بإمكانه يرجع يسمعها، بتلاقوها موجودة برابط الوصف تحت الفيديو. هذا الشيء اللي فيني أحكي لكم إياه عن مقام اللامي. بتمنى يكون الفهم المقام والفرق بينه وبين مقام الكرد. وإن شاء الله بشوفكم بدروس جاية على المقامات. السلام عليكم ورحمة الله.